هذه طريقة تركيب الشبكة على صيد الحمام. حمام هذا ممر الحمام، حمام البري والقمري. هذا صيدنا اليوم سيدي، بري هذا بقية. في مكان حتى ظل ظل في الأرض مش في الجو. النخيل يا اخويا مش تقدر تروح. هتجيروا ناي الأخرى زوز من نفس الجهة عن بالك كوفة. زو من جهة أخرى، من جهة أنت تاعك أنت اللي جايبها. أيوة هاي الدوزيام. شك مشبك تكون فوق. ها من هنا رد برد. أيوة سيبو شوفوا حيث أنها الحمامة ولا الطير كعود فايتوا من جهة هذه ها يدخل في الشبكة ويلص هالطريق وهي إلى اللقاء ربي معكم.